حد عارف يعني ايه كريوجينيك سايكل؟ 3 دقايق. ماشي. كريوجينيك يعني انا بتكلم دلوقتي على تاثير المواد عند درجات حراره منخفضه جدا، ممكن توصل لدرجه حراره 125 كلفن اللي هي تقريبا سالب 148 درجه سيليزيوس. واكيد مش هوصل بدورات تبريد لدرجات الحراره المنخفضه دي الا ما اكون انا اصلا هدفع كوست عشان انا عايز حاجه تؤدي لي للغرض ده. فالغرض الاساسي من دورات الكريوجينيك سايكل دي ان انا بوصل ان انا اعمل اساله للغاز الطبيعي عشان اخزن الغاز الطبيعي. وطبعا عشان اخزن الغاز الطبيعي فانا عايز احوله من الصوره الغازيه للصوره السائله عشان اقلل السبيسيفيك فوليوم بتاعه واقدر احطه في تنكات، عند تنكات حجمها صغير مش تنكات حجمها كبير. فانا عندي دلوقتي هتكلم عن ثلاث انواع رئيسيه من الكريوجينيك سايكل. اول واحده اللي هي الجول تومسون بروسيس، ودي بستخدم فيها اكسبانشن فالف، ما بستخدمش فيها تيربينه. واللي بعدها الايزنتروبيك اكسبانشن اللي هي دوره ريفرس برايتون العاديه جدا. وفي الدوره الثالثه اللي هي الميكسد بروسيس اللي فيها الايزنسالبيك بروسيس وايزنتروبيك بروسيس مع بعض. اول حاجه دوره جول تومسون، ودي بستخدم فيها كومبريشن على ثلاث مراحل. بدخل الغاز الطبيعي عند ضغط 1 بار، عند ضغط 1 بار ودرجة حرارة توصل إلى 280 كلفن، وببدأ أضغطه لحد ضغط 100 بار ودرجة حرارة ببرده لحد 210 كلفن. وزي ما احنا شايفين انا بضغط غاز الميثان على 3 مراحل، بستخدم في النص انتر كولر، بعدين افتر كولر، بعدين بدخل على اكسبانشن فالف، بعدين بدخل على سيبريتور، بفصل الغاز عن الليكويد ميثان اللي انا هخزنه على طول. بعد كده عندي ليند سايكل، وهي تحسين لدوره جول العاديه، ان انا باخد تاني الغاز الميثان برجع تاني غاز الميثان على هيت اكسشينجر، ببرد بيه الميثان اللي جاي لي من الكولر، واعمل هنا هيت ترانسفير بين الاثنين. وطبعا ده بيقلل لي الطاقه اللي انا بستخدمها بنسبه 43% عن دوره جول العاديه. ودي دوره ريفرس برايتون العاديه، بس دي بتوصل لدرجه حراره 20 كلفن، فدي انا ما بستخدمهاش غير في تبريد الهيدروجين بس، واستخداماتها قليله جدا. اخر حاجه الميكسد بروسيس اللي هي كلاودي سايكل، ودي تعتبر اللي بتستخدم في المنشات الصناعيه، بستخدم فيها الايزنتروبيك بروسيس وايزنسالبيك بروسيس هنا، وبستخدم هيت اكسشينجر بخلط فيه الاثنين عشان اوصل في الاخر للغاز الميثان، وباخد 85% من الغاز على الاكسبانشن فالف و15% على التربينه، وبخلط الاثنين مع بعض، وفي الاخر بطلع غاز الميثان اللي انا هخزنه مباشره. طبعا الدورات دي هات الادفانتج ليها فوائد كتيرة، من أهمها إن هي كفائتها عالية جدا وسهلة في الاستخدام، وبتوصل لدرجات حرارة منخفضة جدا، وبستخدمها في أغراض صناعية كتيرة. لكن من عيوبها إن الـ construction cost بتاعها عالي جدا، وبتحتاج خبرات في التعامل، وكمان مش ممكن استخدمها في كل الابلكيشن، ده أنا بستخدمها في ابلكيشن معينة لأن هي بتوصل لدرجات حرارة منخفضة جدا. شكرا. مشينا في الكرة 4-4. أول دورة؟ أول دورة. لا. أول ناس أول جرد يا جماعة. أي واسئلة؟ دي دورة كده في حد ذاتها ولا دي جزء من الدورة؟ لا دي جزء مبسط من الدورة، إنما الدورة نفسها معقدة يعني. مش دي دورة؟ دي مش الدورة كلها. بتتوضع كده. هي الدورة نفسها يعني المخطط بتاعها كان كبير جدا، وفي ال ايوه. حد عايز يسأل يا شباب؟ حد ليه سؤال؟ شكرا. يلا نتكلم دلوقتي على الجينيريك سايكل. هو اسمها ترجمتها هي مبرد، بس هي ليه ما اسمهاش كولينج او اسمها ريفرجريشن او اي حاجه؟ لانها ليها تطبيقات معينه، لانها بتستخدم في تبريد درجه حراره قليله جدا، ممكن توصل لسالب 153 او اكتر كمان، ساعات في تطبيقات كمان بتوصل للصفر المطلق كمان او قريب منها، عشان مستحيل اوصل لها. من اشهر التطبيقات اللي بستخدمها في الدوره ديت هي اول حاجه هو الكولينج للغاز الطبيعي، برد بيها الغاز الطبيعي عشان احوله لسائل اقدر اخزنه او اقدر انقله او اتحكم فيه.
كمان في تطبيقات صناعيه كتير بستخدمها في صناعه السيراميك، السيراميك المعادن والبلاستيك وحاجات من دي. عندنا كمان الابحاث العلميه، لان في مواد كيميائيه وفي عينات واجهزه بتحتاج تبريد لحد ممكن توصل لقرب الصفر المطلق. كمان عندي بعض التطبيقات اللي في الفضاء، لان معظم اجهزه الفضاء ومعظم الاقمار الصناعيه والصواريخ بتحتاج لتبريد كبير عشان تفضل شغاله بشكل فعال. دلوقتي احنا قلنا انها بتستخدم في تبريد او اساله، هنشوف الاول بتستخدم ازاي في دوره التبريد. دي دوره مبسطه ماك لاوند سايكل. دلوقتي انا ببقى عندي في الاول الجسم اللي هو الهواء او الهيدروجين او الغاز اللي انا عايز زيله، بضغطه في الاول بالكمبريسور من 1 لحد 2، وببدا بقى على حسب نوع الغاز انا هبرده لحد قد ايه. ممكن استخدم عدد من الانتركولرز، او ممكن استخدم كمان مجموعه من الكمبريسورات على حسب طبيعه الغاز نفسه. فانا هنا بردت من اول 2 لـ3 في الانتركولر الاولاني، ومن 3 لـ4 عن طريق ان انا استخدمت هنا التربينة ان انا اقلل درجة حرارة جزء من الهواء اللي داخل من 3 لحد E عشان استخدمه في التبريد التاني من هو لحد 3 لـ4 هنا في الانتركولر. بعدين في التاني ببرد لحد 4 لـ5، بعدين دخلته على الاكسبانشن فالف هنا عشان يقلل درجة نزلهولي هنا كده بالتمدد لحد نقطة 6. انا بقى بستخدم الحمل التبريدي عندي من 6 لحد G. تمام، فدي الدورة على الإفابوريتور، ان انا الدورة هنا عندي مغلقة لان الدورة ماشية زي ما هي مغلقة، الهواء ماشي او النيتروجين او ايا كان، فهي دورة مغلقة. باخد الحمل التبريدي عندي من الإفابوريتور. لو شفت بقى ازاي بعمل اسالة، الفكرة بقى في الاسالة ان الدورة اوبن، لان انا باخد منتج منها في الاخر هو الشيء السائل هنا. فانا ببدا ان انا بعدي الهواء مثلا على الكمبريسور اضغط، بعدين بعمل له عمليه ايفابوريشن كولينج بالميه، ان انا برش عليه ميه من هنا، بعدين بعديه على هيت اكستشينجر بيبرده عن طريق مجموعه من الهواء اللي هنرجع لها تاني هنا طالعه من السيبريتور. بعدي الكلام ده كله لازم اعديه هنا على تربينه، عشان التربينه بتقلل الضغط مع بتقلل درجه الحراره بنسبه كبيره. بعدين بدخله هنا على السيبريتور. السبريتور بقى بيعمل لي فصل الليكويد عن الفيبور. الفيبور بقى اللي باقي عندي هنا بعمل له ريسايكل تاني، باخده تاني اعديه على هيت اكستشينجر، وبعدين ارجعه تاني من الاول اعمل له ميكس مع الجديد وادخله بقى اول في الدوره. ده شرح مبسط عن الدوره وكده خلاص. رساله للهواء. هنا الدوره دي هواء بيعمل رساله للهواء ازاي بقى؟ ما كان الشرح ولا جاز؟ ما هواء في صورة جاز. هواء اير يعني؟ اير رسالة الاير؟ ممكن بيخرج منه نيتروجين؟ رسالة للهواء؟ مش انت بتاع اسمه؟ ازاي والله؟ ده ما دي أول حاجة شد الانتباه. خلاص نعتبره هيدروجين. يلا. اللي بعده يا شباب. ومعايا حسن البرسنتر. امسك الاثنين ده. هبتدي معاكم حالا نشرح الكريوجينيك سايكل تاني. هحاول ابقى مش تقليدي شويه في شرح السايكل، يعني عايز اركز اكتر على الفيزيكال مينينج بتاع السايكل اكتر. طبعا في تيمين قبلي طلعوا شرحوا الدوره، فسريعا يعني الدوره دي بتستخدم في ايه؟ بشكل رئيسي سلة الغازات، ده الهدف الرئيسي من الدوره. طيب الدوره دي بيزد على ايه في الاساس؟ هي بيزد على ريفرس برايتون سايكل، بمعنى انت هتلاقي لو حد يعني لو شفته في السلايدز اللي قدمها زمايلي، تلاقوا الدوره متكونه من كومبريسور، بعد الكومبريسور كان فيه انتركولر، بعد الانتركولر عملت اكسبانشن، بعد كده خرجت السائل بتاعي. يتفرق بس عن برايتون في المنطقه اللي انا باخد فيها حمل التبريد. طيب سيمبل الدوره السيمبل او المبسطه بتاع الدوره اللي احنا بنتكلم فيها دي، بتكون في الاساس اول حاجه عندي ببتدي بكمبريسور، بعد كده بخش على مرحلة الانتركولر. ما علينا، ايه المايع التاني اللي انا هبرد بيه دلوقتي؟ بعد كده الاكسبانشن فولف، بعد كده السيبريتور اللي بيبتدي عندي فيه هنا بيتكون الليكويد والجاز. تمام؟ همثل الدورة بتاعتنا دي على الـ pH diagram. أنا هنا تاني هركز على الفيزيكال مينينج أكتر، مش هركز على نوع غاز فيها. هنبتدي نتطرق للموضوع ده بعد كده في تفاصيل أكتر يعني. ماشي، بالنسبة لنا هنا اتفقنا ده هيبقى الـ pH diagram.
ببتدي برفع الضغط هنا سواء ارفعه ايزنتروبيك سواء ارفعه بالنسبه لي ايزوثيرمال. الفكره ان انا هرفع هنا ضغط. طيب انا في المنطقه دي قصدت ان انا نقطه الضغط الثانيه تبقى اعلى من المنطقه اللي انا بقسم بيها الزونز بتاعتي. تمام، هبتدي ارفع الضغط هنا لحد ما اوصل عند النقطه دي. لازم هنا وانا ببرد في الانتركولر انزل هنا. طيب احنا اتفقنا ان الدوره الاساسيه الهدف الاساسي بتاعها ان هي تسيل الغاز. طيب انا ليه ما بنزلش هنا عند النقطه دي؟ فده يرجعنا للنقطه الثانيه. انا لو نزلت هنا عند النقطه دي مش هيكون غاز. ليه؟ بالتالي انا هرجع استخدم الغاز ده تاني في المنطقه دي. طبعا اسف، الحراره اللي هيفقدها الغاز هنا علشان يتحول لسائل تاني لحد ما يوصل هنا عندي عند منطقه الساتوريشن. بعد كده هرجع تاني ان انا اخده اعمل له ميكسنج تاني مع الغاز اللي دخل في الكمبرسور فيطلع عندي في نقطه بينيه هنا ويرجع يكمل السايكل بتاعتنا تاني خالص مفيش اي مشكله. ابتدي بقى الدوره دي شويه تحسينات على حسب الغاز اللي انا هتعامل عليه ده. انا محتاج هو بيحصل له تكثف عند درجه حراره كام. الف السلايدز. بس احنا شرحنا الدوره السيمبل خالص. التعديل او الاضافي هنا على الدوره دي ان انا ضفت انتركولر او يعني عملت المرحله عملت العمليه دي بالنسبه لي هنا كانها مالتي ستيج، يعني ما عملتش كومبريشن على مره واحده. وفي اضافي عليها كولر. انا بالنسبه لي هنا انا اعتبرت وانا بشرح الدوره السيمبل سواء انا مثلا كان في انتركولر وريفريجريشن الفكره ان في تبريد بيحصل هنا سواء تم على مره او مرتين. تمام؟ طيب ايه اللي هيفرق هنا؟ اللي هيفرق ان انا كنت بدل ما ارفع الضغط كله مره واحده لان هرفع هنا وارجع ابرد بعد كده هرفع تاني. دي فكره المالتي ستيج. في الدوره دي هنا هو ما عرفنيش هو عمل ايه بالغاز. المفروض ان ده غاز انا بسيله ده يعني ده الحاجه المهمه اللي عندي. في التحسينات اللي بعد كده انا هرجع استخدم الغاز تاني بطرق مختلفه. في نفس الكلام برضو في عمليه الانتركولينج فهنلاحظ هنا انا بعد ما خلصت الاكسبانشن فولف وطلعت هنا على منطقه السبريشن برجع اخده تاني على انتركولر هنا. انتركولر يعني ريفريجريتور بعد الانتركولر التاني. تمام؟ بفضل اسحب منه حراره اسحب منه حراره اسحب منه حراره لحد ما يرجع تاني يوصل لمرحله الساتوريشن. بعد كده اللي بيرجع تاني لوحده بيرجع يحصل له خلط في الكمبرسور. يعني دي كانت نقطه فيها التباس شويه. ايه اللي يضمنني الغاز اللي هيطلع من هنا؟ دي المنطقه دي كلها غاز. تمام؟ المفروض ان في غاز هيرجع يعمل لي تبريد بعد كده يرجع تاني يكمل في المنطقه دي. في النهايه خالص الغاز بعد ما يحصل له يوصل نقطه الساتوريشن هيرجع تاني ويحصل له ميكسنج هنا عند الكمبرسور. كمل. نفس الكلام بس هنا انا بدل ما اخد الغاز اللي طلع لي دايركت للكمبريسور طلعت عملت له ريفريجريشن تاني وضغطته تاني. كمل. هنوصل في النهايه خالص لدوره كاسكيد ودي دوره اكشوال يعني لحد ما هي دي الدوره اللي بستخدمها اغلب الوقت. دوره كاسكيد اللي بيحصل فيها ان انا بعمل اساله لكذا نوع غاز مع بعض. كمل كمل. وده بيبقى الارجح بمعنى ان انا الغاز الطبيعي بيبقى خليط من مجموعه غازات انا كده كده هفصل ما بينهم بطريقه ما بعد ما اعمل عمليه الفصل دي انا محتاج ان انا اسيلهم بس في نفس الوقت هستفاد من حته التفاوت ما بين كل غاز والتاني في درجه التكثف بتاعته. طيب لو احنا فهمنا الكلام اللي انا قلته في الاول بشكل مبسط هنعرف نخش من هنا نعرف بدايه الدوره فين وهتبقى العمليه كلها ما هي الا ان انا بضغط بعمل انتركولينج بعمل تبادل حراري مع مائع تاني بعد كده باخد الليكويد والغاز بمشيه عشان اعمل له انتركولر تاني. تمام؟ في حاجه هنا الفرق ما بين انا هنا خلاص؟ طيب الرسمه دي غلط. هي مش دقيقه. طب تمام الرسمه بتاعت البي اتش دي غلط تماما. البي اتش دي غلط. ليه بقى غلط؟ ده سؤال. ليه غلط؟ هو الخط اللي انت رسمه ده اللي هو الكيرف ده عباره عن ايه؟ الكيرف ده اللي بيفصل منطقه الليكويد سب كولد والويت زون فوق المنطقه دي بيبقى ايه؟ فوق المنطقه هنا ده المنطقه دي ما ينفعش ترسم الخط الافقي ده خالص. الخط الافقي هنا ده خط ثبات ضغط. ايوه ما ينفعش ترسم انت كده بتبرد صح؟ العمليه هنا في التبريد انا كده على الخط ده خارج من النقطه دي للنقطه دي تبريد صح؟ تمام تحول حاله تمام ما ينفعش تحويل حاله تمشي خط كده
في المنطقه اللي فوق. تمام. هي المنطقه فوق اسمها كريتيكال زون، سوبر كريت سوبر كريتيكال زون. بس هو يعني كان يعني العمليه دي بتتم عامه بعيد عن منطقه الويت زون. لا كان ما كانش في الويت زون. حتى اللي فوق دي اسمها سوبر كريتيكال. الخطوط والقوانين بتاع السيرفر دي كلها ما بتشتغلش هنا. ثبات الضغط وثبات الحجم والكلام ده هنا دي ما فيش اي حاجه بناخدها تحت هنا وتطبقها هنا. اولا هنا ايه؟ طب هنا ليكويد، هنا ميكسد، هنا فيبر، هنا ايه؟ سوبر كريتيكال ما عنديش اختلاف. اللي هو ليكويد ولا جاز؟ اللي هو الاثنين. طب. بياخد مواصفات الاثنين. بيبقى ديفيوزنج زي ليكويد، يخش حتى لو ماده صلبه ممكن يخش جواها، وعنده خواص اذابه زي الليكويد بالظبط. يبقى بياخد الاثنين. الشاهد بس اللي بقول لك يا دكتور سامع ان القوانين هنا وخطوط ثبات الضغط لا تطبق هنا. بس هي العمليه نفسها بتحصل كده. ماشي، وما قالكش العمليه، بيقول لك الرسمه دي غلط. تمام. مفيش خط، مفيش هنا الخطوط اللي تحت هنا. في حاجات تانية خالص، فينا قوانين تانية ما درسناش السوبر كريتيكال. تمام. بعد كده ما حد يخش في ماجستير ولا شطرة ولا حاجة ويروح هنا، في هنا بس اكشوال. ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل في الدورة دي. ايوه. ان العملية دي في الانتر كولينج بتحصل كده، بس مش بالشكل ده. بالشكل. تمام. حاجة تعليقا بس على العرض، هو المفروض مثلا تمام لما اكون انا بحط واستغنيت عن الدورة وسبت القلم ورحت على الشطرة، يبقى عشان تبين حاجة مش هدفع منها. تمام. انا مش شايف انت عملت حاجه ما كنتش عارف تعملها. بس اخر واحد بكره يا شباب لو سمحتوا شباب. ماشي يا دكتور، اللي بعدها اعطيها. السلام عليكم. هنكمل شرح في الكراجينيك سايكل. هي يعني الباور تيربن او الجاس تيربن بتبقى الجاس تيربن يعني من اهميتها ان هي بتبقى موجوده في الباور جنريشن، فانا ممكن بستخدمها في كده. وعشان انا وهي عشان في ظل ان الاتجاه دلوقتي ان انا في ظل الاتجاه دلوقتي ان انا اهميه متجهه ليها اكتر، فهم بيحاولوا ان هو يستخدموا بدائل للفوسيل فيول، فباخدوا بدائل اللي هو الهيدروجين ان انا ممكن استخدمه في كمائع واعمل دوره كلوز سايكل في الجاستر. فمن ضمن وظائف الهيدروجين اللي ممكن استخدمه كوقود كباور جنريشن، وكممكن استخدمه في ممكن استخدم عمل الاساسي للدوره ان انا بعد ما استنزف في التربن استخدمه في الكراجونيك سايكل اللي هو في اساله الغاز. فمن هنا جت الفكره ان انا ممكن استخدم الاثنين مع بعض. فالدائره ان انا بستخدمها في عمليه الاساله للفلويد، فممكن بس نستخدمها، وطبعا ظل الاتجاه ان انا استخدم الهيدروجين كفول وجاز تيربين كبرايم. المكونات الدائره، مكونات الدائره ان انا استخدم الدائره العاديه بس اللي احنا بنستخدمها في الجاز تيربين، بس بستخدمها ككلوز سايكل. الاول ان انا بدخل هنا ممكن استخدم اول فرع من فرعي اللي هو تحويل الغاز او السائل الى غاز، بستخدمه ان انا بستخدم الحراره طالعه من الانتركولر، ببرد الهيدروجين طالع من الانتركولر من هنا المرحله الاولى، وبستخدمه ثاني ودي المرحله الثانيه، بس بعد ما يتمدد نستخدم الدوره العاديه بعد ما يتمدد، وبستخدمه هنا في الانتركولر او البريدر او الانتركولر الثاني. فممكن تي اس، وده التي اس العادي اللي احنا بنعمله اللي هو بنستخدم هنا انتركولر او هنا بريهيتر، ممكن يكون في اكتر من انتركولر او اكتر من ريهيتر. من مزايا الدائره ان انا ممكن استخدم 1 كيلوجرام من الهيدروجين ان انا استخدم ان انا اطلع بيه اعمل بيه اساله تحويل حوالي 3.5 من الغاز، وان انا بهلك بنتج طاقه قدرها يعني قريبه من 1800 كيلو وات في الهيدروجين اللي بستخدمها في الباور جنريشن. بستخدم في الباور جنريشن، واللي ممكن بستفيد من الدائره دي ان انا بستخدم فيها بسخن الهيدروجين او من اي مصدر من ويست انرجي بحيث ان هو يحول لي الهيدروجين واسخنه.
فكان عمليه الاساله القديمه انا بستخدم الاساله انا بجيب هيتر انا بحول الغاز بعمل له اساله عن طريق الهيتر او اي او هيتنج فويل الفيوم. فانا ممكن نستغنى عن ان انا اجيب هيتر او اجيب حاجه انا بس ممكن استخدم الدائره. ممكن من مزايا الدائره دي ان انا ممكن استغنى عن انا ممكن تقول لي ان الحجم ممكن يكون زايد عن الدائره عاديه عشان المكونات، بس بالعكس هنا التمبريتشر بتكون قليله لان السي بي بتاع الهيدروجين بيكون عاليه، فالتمبريتشر اللي بتطلع بتكون قليله فممكن بقلل الحجم ومن هنا بيوفر لي في الثمن اكتر كمان. ممكن استخدم فيها بيكون ثمنها اقل من الدوره العاديه. بس من عيوب الدائره ان هي بتكون يعني درجه الحراره اللي طالعه من يعني عاليه نسبيا فمقدرش المواد اللي ممكن نستخدمها توصل ل 700 درجه، فالماتيريال بتحتاج ماتيريال من نوع معين. شكرا. حد عايز يسأل؟ استطلع من الفلويد الثاني. الفلويد الثاني فيه اثنين فلويد. مش شرط في محطات اساله. محطات اساله معينه اللي هي توصل درجه حراره فيها لتحت قوي السالب. شوف هنا اعلى درجه حراره كانت كام اصلا؟ 125 ايه كلفه. هات محطه الكهرباء هنا بتاع دمياط او المنصوره فيها 125 كلفه. انا ما اعرفش محطه بس اكيد لو بتبقى فيها يبقى تعمل كده. محطه اساله بتاع دمياط بتعمل كده حاجات دورات دي صح؟ هتطبق نفسك. هو نفس هو تو فلويدز مع بعض حتى ما تطلع يعني. ماشي يا شباب الدورة الثانية للكومباين سايكل من ما خلاص مش اشكال بس انا هشام كامل وانا اقدم لكم النهارده الكومبايند باور سايكل بلانت. هي عباره عن كومباينيشن بين تو سايكل اللي هي الجاز سايكل والستيم سايكل تمام. فالدائره معانا كده الهواء الاول بيخش على الكمبريسور بينضغط بعد كده بيخش على غرفه الاحتراق. غرفه الاحتراق الفويل بيتخلط مع الاير وبيحصل عمليه الاشتعال فبيطلع عندنا الاكزوست. الاكزوست بيكون درجه حرارته عاليه بعد كده بيدخل على التربينه بيلف ريش بيخبط في ريش بتاعت التربينه. التربينه بتبدا تدور. التربينه عندنا بتكون على نفس الشافت مع الجنريتور فتبدا عندنا الكهرباء تتولد. فعشان نعمل نزود الكفاءه عندنا اقترح المهندسين اننا نستفيد من كميه الطاقه اللي في الاكزوست دي عشان هو درجه حرارته تكون عاليه جدا. فبيبقى عندنا الهيت ريكفري ستيم جنريتور هو اللي بيربط ما بين الستيم سايكل والجاز سايكل. ف الهيت ريكفري ستيم جنريتور ده بيكون مكون من ايكونومايزر وايفابوريتور وسوبر هيت. ففي الاول بيبدا يزود درجه حراره الميه اللي جايه من عندنا من عند الكولينج تاور بيخلي درجه حراره الميه دي توصل للتي ساتوريشن. بعد ما توصل للتي ساتوريشن الايفابوريتور بيبدا يزود درجه الحراره لحد ما توصل عندنا لانها تكون فيبر. بعد كده في مرحله السوبر هيتر درجه الحراره دي عندنا بيبدا يزودها لاعلى درجه حراره عندنا. وبعد كده الستيم بعد ما يطلع من الهيت ريكفري ستيم جنريتور بيبدا يخش على الستيم تربين يدورها وهي برده نفس الكلام متوصله على نفس الشافت مع الجنريتور فبيطلع عندنا كده باور يعني كده زياده وبالتالي الكفاءه عندنا بتزيد. بعد كده الستيم اللي طالع بيبدا يخش على الكوندنسر بيتكثف يخش على تانك مثلا وبعد كده البامب بترفع الضغط بتاعه وهكذا. خلاص بالنسبه بقى للمميزات والعيوب اول ميزه عندنا اللي هو التوفير في الوقود. يعني لنفس الكيلو وات هنستخدم كميه وقود اقل طبعا عشان احنا بنستفاد من درجه الحراره العاليه بتاعه الاكزوست. وعشان كده برضو الكفاءه هتزيد معانا. وبالنسبه للانبعاثات الضاره البيئه هتكون اقل عشان لنفس الكيلو وات بنستخدم كميه وقود اقل. بالنسبه بقى للعيوب ان هي بتكون معقده جدا وطبعا هتكون اغلى عشان معقده. وان احنا نستخدم اكتر من نوع من الوقود بيبقى متحجم شويه ففي الغالب هنستخدم الناتشرال جاز.
وفي برضه من اكبر العيوب اللي هو الكفاءه بتاعت لما اكون شغال على البارت لود بتكون قليله، عشان احنا بنقلل كميه الوقود المستخدم، فبعد ما نقلل كميه الوقود درجة الحرارة بتاعت الاكزوست بتقل، وده برضو هيأثر على الكفاءة، واحنا مع حاجة عندنا تكون الكفاءة كبيرة، عشان كده بنفضل استخدامها في الأماكن اللي احنا بنشتغل فيها على لود ثابت. وشكرا. مور اكسبنسيف ايه؟ اكسبنسيف يعني هي الانستليشن نفسه اللي هو الفيكسد كوست ولا الرننج كوست؟ لا الرننج تقريبا. الرننج اغلى؟ لا الانيشال كوست. الانيشال كوست الانيشال كوست. ايه بتقولها يعني؟ تمام ماشي. انا بس متوتر جدا بتمير. شكرا. سايد سايكل باور بلانت بنعمل تجمع ما بين مي سنه صوت تخين. بنجمع ما بين الجاز سايكل والستيم سايكل عشان نزود الكفاءه الخارج. الجاز تيربن سايكل بنستفاد من الاكزوست بتاعه، درجه حرارته بتتراوح من 800 ل 1000 درجه مئويه. وبعدين بنعمل هيت اكشنجر ما بين الفلو بتاع الجاز ستيم والماء في دوره الستيم. بلوك دياجرام للدوره، بندخل هواء في الكمبروسر وبعدين ندخله في برنر عند ثبوت الضغط، وبعدين ندخله على جاز تيربن سايكل جاز تيربن، وبعدين بنستفاد منه بطاقه، وبعدين بناخد الفلو جازز بندخله على الهيرسي اللي هو هيت اكشنجر ما بين الفلو جازز والميه في دوره الستيم، وبعدين بناخد الستيم اللي خارج على ستيم تيربن وبنستفاد منه والدوره بتكمل كذا بقى. التيست دايجرام ده التيست دايجرام ده بيمثل 1 2 3 4 ده بيمثل الجاز سايكل، ومن اول 6 7 8 9 ده بيمثل الستيم سايكل. المميزات ماشي. المميزات هاير افشنسي اول واحده، انبعاثات اقل، لو اوبريشن كوست، بنقلل استهلاك الميه. اما العيوب كابيتال كوست كبيره، اكثر تعقيدا، الانبعاثات البيئيه وليميتد ابليكابيلتي. شكرا. بس خلصت كده الرسمه؟ دي الرسمه. الرسمه كيف؟ بص كده على التي اس، مين اللي بيدي الحراره لمين؟ التي اس اللي بيدي يعني الفلو اربعه اللي هو الغازات اللي خارجه صح؟ الفلو جازز ماشي. الاربعه ده المفروض يدي ده. ايوه. مش ده تي اس؟ أيوة. يعني هنا درجه الحراره المفروض صح؟ ايوه. هل دي تدي لدي ولا العكس؟ العكس. يبقى الرسمه دي غلط، المفروض دي كلها تتشفت لفوق كده اصلا. صح. يعني الكيرف بتاع الجاز سايكل دي المفروض يطلع كله لفوق كده صح؟ فاهمين يا جماعه انا قلت ايه دلوقتي؟ ايوه. لازم الجاز سايكل المفروض كلها تطلع لفوق صح؟ تتشفت عشان هي المفروض خارج الغازات العادي بتاع الجاز سايكل هي اللي بتسخن الميه. يعني الخط ده المفروض كله درجه حرارته تبقى اعلى من الخط ده عشان يقدر يديله حراره. نتكلم عن الكومباين سايكل زي ما زعلنا قال عن كده. اللي بيميز الكومباين سايكل عن الدورات التانية ان هي بيعتمد بشكل اساسي على اكزوست جاز، وفي نفس الوقت ده بيخليها مصدر يعتبر مصدر نظيف، انها بتنتج مصدر نظيف للطاقة لانها ما بترميش الاكزوست غاز كله، بتخلص منه في بنستفيد من جزء منه في الحرارة. المكونات الاساسية في السايكل الجاز تيربن والستيم تيربن والـ HR SG. الجاز تيربن هو يعتبر أهم جزء في الدورة لأنه يعتبر قلب الدورة، بيتم فيه ضغط الهواء وعملية الاحتراق والإكزوست جاز بيطلع منه، والإكزوست جاز بعد ما الإكزوست جاز بيطلع من الجاز تيربن بيعدي على الـ HR SG الهيت ريكفري ستيم جنريتر. طبعا الإكزوست جاز طلع بطاقة كبيرة ودرجة حرارة عالية وضغط عالي، فبتمر على الـ هيت ريكفري ستيم جنريتر بينتج ستيم معين، وبعدين بيروح على الستيم تيربن. فبالتالي انا عندي دلوقتي طاقه اتولدت من الجاز تيربن في الاول متوصل بجنريتور جاز تيربن، وبعدين باستخدام الهيت ريكفري ستيم جنريتور اتولد طاقه ثانيه عن طريق الستيم تيربن.
هنا عندي الطاقه زادت وفي نفس الوقت الانبوت بتاع الوقود نفس كميه الوقود مقارنه بالدورات الثانيه، بس هنا الطاقه زادت عشان بقى عندي الباور خارج من الجاز تربن والستيم تربن في نفس الوقت. وعندنا المكونات الثانيه بالدوره زي الجير بوكس والفايو سيستم والانتركولر والهيت اكسشينجر. بالنسبه بقى للهيت ريكفري ستيم جنريتور، بعد ما الاكزوست غاز يعدي عليه يكون ستيم ويوصل ستيم تربن، الستيم بيفقد طاقه معينه فبيتحول لليكويد بعد كده، والليكويد بيرجع لل اتش ار اس جي تاني في دوره مغلقه. وكل النظام ده بيبقى متحكم عن طريق كنترول سيستم كله ببعضه. كل ده بيتم عن طريق كنترول سيستم كله ببعضه. فانا دلوقتي ودي البارامترز المعينه لحساب الدوره، وزي ما قلت هنا الكفاءه بتعلى عشان انا عندي نفس الانبوت هو كميه الوقود اللي انا بحرقها، بس الاوتبوت عندي زاد لان انا ضفت الستيم التربن. والمميزات بتاع الدوره هنا زي ما قلنا ان الكفاءه زادت، وفي بعض الدورات الكفاءه ممكن تزيد بنسبه 50%. وعندنا هنا مش محتاج كميه ميه كتير، لان انا عندي كميه الميه اللي بتخرج من الستيم بتفقد حراره بتحول ليكويد في كوندنسر وبترجع تاني للدوره في الاتش ار سي جي، فانا مش محتاج فيد ووتر لان انا عندي الميه سايكل مقفوله على بعض. وزي ما قلنا ان احنا بنستخدم الاكزوست جاز مش بنتخلص منها بشكل مباشر وبنأثر على البيئه، لا ده هنا لو انفيرمنتال امباكت لان انا بستخدمها بستفاد من درجه حراره العاليه بتاعتها في الستيم تربن. وزي ما قلنا سمبلستي اوف اوبريشن والفيز انستليشن لان كل ده بيتحكم عن طريق كنترول سيستم مع بعضه. وبالنسبه للعيوب انا طبيعي انا بزود كومبوننتس عندي في السيستم زي الستيم تربن وزي الاتش ار اس جي، فطبيعي ان الانيشال كوست تزيد والكومبلستي بتاع السيستم يزيد اكتر، وزي ما زميلنا قالوا الافشنسي بتاع البارت لود تبقى قليله. وبالنسبه لدرجه حراره فهو عندي الاكزوست غاز انا الاساس عندي درجه حراره بالاكزوست غاز بشتغل بيها انها تبقى كبيره، وساعات في الاتش ار اس جي بزود برنر عشان يزود كميه الستيم اللي عندي وبالتالي الكفاءه تزيد. وبالنسبه لليميتد فيول سويتشنج كابابيلتي انا عندي هنا محدوده. الفيول سويتشنج معناها ان انا اقدر اغير نوع الوقود في الجنريتور، ده هيخلي التكلفه قليله ان انا هستخدم ممكن مثلا بستخدم وقود ناتشورال جاز وبعدين استخدم كول افحمه، فانا هنا عندي تكلفه هتقل عشان بس المشكله هنا ده مش متاح في الدوره دي اللي هنا عندي ليميتد، فدي من عيوب الدوره دي وبس. شكرا. هي دي المفروض جاز تربن، دي المفروض جاز تربن. جاز تربن انجن ولا جاز تربن بس؟ دي جاز تربن انجن. فيها كومبريشن وكومباستشن وباور جنريشن مع بعض. طب ودي بتستخدم في محطات الكهرباء؟ لا. بس هي بتأدي نفس الغرض. يعني انا عندي كومبريسور في الاول وبعدين كومباسيون تشامبر وبعدين التربينه. ايوه كل واحد منفصل. دول لا ما في كونفيجريشن في البالانس دي ممكن نستخدم ده معاه محطات الكهرباء. ممكن ما يكونش عندنا بس في كونفيجريشن بنستخدم بالشكل ده يكون كله مع بعض. شكرا. كم واحد لو زمايلي هو مجرد بريف صغير كده وهنتكلم عن ال CHP. هي كومباين هيت باور بلان، هي باختصار شديد يعني ماشي، هي باختصار شديد هي انظمه لا ماله انا مش عارف ماشي كده حاضر انا فاكر انها ال CHP هي باختصار هي انظمه بتولد في وقت واحد الطاقه والطاقه الحراريه من نفس مصدر الوقود، تمام؟ يعني زي ما مكتوب هنا from the single fuel source. اللي بعد ماشي بتستخدم في كذا حاجه يعني منها التدفئه والتبريد والعمليات الصناعيه.
وفي حين برضو انه ممكن نستخدمها في تشغيل المنازل والشركات والمرافق العامه. طبعا نخش النقطه اللي بعدها، بتشتغل ازاي اصلا؟ يا بتستخدم، بتعمل مصانع سي اتش بي باستخدام مصادر وقود يعني زي الغاز الطبيعي والفحم، يعني زي مكتوب هنا تو جنريت ذات برودكت الكتريسيتي. يعني في الميزه هنا ان هي بتلتقط الطاقه المهدره، يعني الطاقه المهدره هنا بيتم التقاطها وتجميعها والاستفاده منها في العمليه دي لانتاج الطاقه. فمثلا في المحطات التقليديه العاديه بتوصل لكفاءه 50%، لكن هنا بسبب ان زياده او الاستفاده من الطاقه المهدره بتوصل لاكثر من نسبه 90%. ففي فيديو بس لو ممكن نشوفه. انت جبت الفيديو؟ رفعت الفيديو؟ موجود اه؟ مرفوع؟ مش مرفوع؟ طب ماشي. الابلكيشن بتستخدم كنطاق فردي او نطاق اكبر، اللي هو بقى كمنشآت والكلام من ده. بطل ضحكه زياده. مش حاضر. وبرده ممكن نستخدمها في الصناعات وفي الرعايه الصحيه والتصنيع وغيره زي ما مكتوب، يعني في البينفيت او في الفوائد. تمام. فوائدها بتشمل ان هي مثلا انخفاض تكاليف الطاقه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزياده كفاءه الطاقه وتحسين موثوقيه امدادات الطاقه. ولكن برغم ده كله دراستها او انشائها بتتطلب دراسات متانيه لعده عوامل، منها مثلا توفر الوقود وظروف المواقع واللوائح المحليه. شكرا. كل شويه اقول لو سمحت بطلوا كلام، صح؟ احنا في الكومباين سايكل عندنا، كومباين سايكل بتبقى حاجه او دوره مزيج بين دورتين، اللي هي الجاز سايكل والدوره الثانيه اللي هي الدوره البخاريه اللي هي الستيم سايكل. الحقيقه احنا دايما بنفكر في حاجه كومباينيشن عشان ناخد ادفانتج بتاعت الدورتين. فالادفانتج اللي احنا ممكن ناخدها من الكومباينيشن ديت هي الهاي افشنسي، وكذلك طبعا هنفكر ان احنا نقلل الفيول كونسومشن، وبعض الحاجات البيئيه اللي انا مقلل فيول كونسومشن طبعا هقلل الانبعاثات الكربونيه، وطبعا محتاج ان انا ازود الباور اللي انا هاخده من الدوره. اول جزء واللي هي الميجر بتاع الدوره هو الجاز سايكل. الجاز سايكل ديت هي الدوره الجاز سايكل اللي الدكتور اسامه من طول الترم بيشرح فيها وكده، وهي عباره عن دوره عاديه جدا، ولكن الجزء اللي يهمنا في الدوره ديت هو الاوتبوت بتاع الدوره. دايما الجاز اللي طالع من العادم بيكون درجه حراره عاليه جدا بتوصل لحوالي 500 درجه، ودي بتعتبر لوسز عندنا، فاحنا بنحاول نستفاد منها على قد ما نقدر اللي احنا نعمل تحسين او نستفاد من الحراره دي. فكان الحاجه اللي الناس دورت عليها انها تعمل هيت ريكفري، والهيت ريكفري ده بداوا يستخدموه مكان البويلر في دوره الستيم سايكل. فعباره عن ان انا باخد الاكزوست جازز من الدوره الاولى وباخد الاكزوست جازز ديت بعديها على هيت ريكفري سيستم. الهيت ريكفري سيستم ده بيستفاد من الحراره دي مكان البويلر، فبيبقى نفس شغل البويلر بحيث ان هو يبدا يغليل الميه ويتخش في دوره ثانيه. الدوره ديت هي دوره الستيم سايكل. الدوره الاولى عندنا اللي انا قلت عليها اللي هي دوره الجاز سايكل، وهي طبعا دوره اوبن سيستم، هيعتبر اوبن. فببدا سكشن الهواء، بعد كده بدخله على الكمبريسور، بعد كده ببدا احرق، بعد كده بدخله على التربينه، والاكزوست اللي طالع من التربينه بيكون درجه حراره عاليه جدا بتوصل ل 500 درجه. فكان الاولى اللي انا استفاد بيه فعملت هيت ريكفري ستيم جنريتور. الهيت ريكفري ستيم جنريتور ده زي البويلر او بيعمل نفس اكت البويلر. هبدا اخد الميه اللي بتغلي دي ادخلها على ستيم تربين، وبعد كده امشي في دوره الستيم العاديه. وطبعا من الدوره الاولى ممكن اوصله بجنريتور، والدوره الثانيه وصلته بجنريتور. دي اللي هو التمثيل على التي اس دياجرام. طبعا اول دوره اللي هي الجاز سيستم، وتاني دوره اللي هي الستيم سيستم. انا باخد الاوتبوت بتاع الدوره الاولى وابدا ادخله على مكان الكيو اديت، او هو بيتم اضافه الحراره من الاوتبوت بتاع الدوره الاولى، وعلى اساسه بيبقى ان انا اكني ما ضيعتش طاقه في البويلر.
الحقيقه الدوره ديت اما انا عملت الكومباينيشن ده بدات اخد افشنس عاليه جدا، الافشنس بتوصل ل 60% وحتى بتزيد على كده. موجود عندنا في محطه بتاعه العاصمه الاداريه الجديده المحطه تقريبا 4800 ميجا وات والافشنس بتاعتها بتوصل ل 65%. وكذلك عندنا برده هنا في المنصوره اللي هي محطه طلخه اللي هي 750 ميجا وات وبرده ديت كومبايند محطه كومباين سايكل. تاني حاجه عندنا وهي الفلكسبيليتي، الدوره دي تقدر تشتغل على تغير في احمال كويس واقدر اتحكم في تغير الاحمال بتاعي فما بيبقاش عندها مشكله في تغير الاحمال قد كده. الجزء بتاع الكويك ستارت والشوت داون في المحطه هو يعتبر كويس لانها موجوده فيها دوره الجاز سايكل، فبالتالي ان انا اقدر اعمل في الدوره دي كويك ستارت مش محتاج ان انا اخد وقت زي دورات الستيم سايكل. اخر حاجه وهي الكوست افكتيف، والكوست افكتيف هنا مش كدوره او كتكلفه الدوره عامه، ولكن كوست افكتيف هنا هي اللي انا محتاج اعمل دوره الرننج كوست بتاعه قليل نتيجه اللي هي هاي افشنسي. ماشي شكرا. كويس والله مش شغاله او بلاننج. زي ما احنا عارفين في الستيم باور ستيشنز ان الافشنسي بتبقى من 30 ل 40% دي اقصى افشنسي ممكن اوصل لها. فانا ممكن الفكره ان انا استغل الحراره اللي خارجه من التربينه دي واللي هي بتبقى بتترمي للامبيانت وما بستفدش منها. وهنا جت الفكره ان انا استخدمها في عمليه الهيتنج في الـ في الـ في المناطق اللي بتبقى فيها درجه حراره بارده وبحتاج ان انا استخدم ميه تسخين للمباني او 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 حتى للتبريد في المناطق السخنه. وهتيجي فكره عمل البلانيت. اول حاجه ان لما الفول بيخش البويلر علشان يحصل عمليه الاحتراق ويسخن، وطبعا تسخن الميه ويطلع الستيم يطلع على التربن، يخرج من التربن بيعدي على هيت اكسشنجر. الهيت اكسشنجر ده بيسخن الميه اللي انا هستخدمها في عمليه التدفئه او عمليه التبريد زي ما خدنا في الابزوربشن سايكل. بعد كده الادفانتج في السايكل دي انها بطلع منها بكفاءه عاليه جدا بتوصل ل 80 او 90%. تاني حاجه ان انا بقلل في كميه الوقود اللي انا محتاجها، بدل ما انا استخدم وقود في التدفئه ووقود في توليد الطاقه لا انا بستخدم الوقود في الاثنين وبوفر كميه وقود كبيره جدا، زائد ان انا بقلل من الكربون ايميشنز اللي بتطلع من العمليتين، لا انا بخليها تطلع من عمليه واحده وده هيحافظ على البيئه. ثالث حاجه السكيورتي بتاعت السيستم، ان انا بدل ما استخدم اثنين سيستمز وكل سيستم يبقى فيه السيفتي معامل سيفتي في كل واحده، لا انا بستخدم معامل سيفتي في دوره واحده بس، وده بيزود معايا السكيورتي ان انا ما يحصلش اي حاجه غير طبيعيه يعني. واللور انرجي كوست ده اخر حاجه، ان هي بتقلل الكوست بتاعه انتاج الطاقه، وفي نفس الوقت ان انا بدل ما اعمل كوست ان انا انتج طاقه واعمل عمليه تسخين للميه، لا انا بستخدم كوست واحده بس ومصدر فيول واحد بس وبطلع منه بالعمليتين. طبعا بس لازم يبقى اي حاجه لها تشالنج او في صعوبات. اول صعوبه منها ان هي طبعا الكابيتال كوست بتاعتها عاليه، لان انا بجانب الستيم باور ستيشنز ان هي تبقى الكابيتال كوست اصلا بتاعتها عاليه، انا بضيف لها حبه حاجات وده بيزود معايا الكابيتال كوست. تاني حاجه الفول افيلابيليتي، ده ان انا بعتمد عليها في مصدر تدفئه ومصدر توليد طاقه، فده معناه ان انا ما ينفعش في اي لحظه من اللحظات ان المحطه تقف، لان انا معتمد عليها في حاجتين مهمتين جدا. فلازم يبقى الفول متوفر بطريقه دائمه علشان استخدم المحطه دي. اخر حاجه التعقيد انها تبقى معقده شويه، ان انا بجانب الستيم باور ستيشنز ان انا بضيف شويه اضافات بتزود من تعقيد الستيشن، ان انا مثلا بعمل بايبنج نتورك او ان انا ولازم اعزلها وان انا اعمل هيت اكسشنجر، ده كل ده بيزود من تعقيد الدوره. ايه
اخر حاجه استخدامات الدوره دي. اول حاجه ان انا ممكن استخدمها في المنشات الصناعيه في بعض المصانع ان انا اللي بتحتاج مني انتاج كهرباء وبتحتاج درجه او هيتنج او تسخين، فانا ممكن استخدمها في المصانع دي زي مصانع انتاج الورق بتحتاج كهرباء وبتحتاج هيتنج، زي مصانع الكيميكالز بتحتاج برضو كهرباء وهيتنج، كوميركال بيلدينج المباني الإدارية زي مثلا المستشفيات الجامعات والمباني الإدارية بتحتاج برضو مني كهرباء وبتحتاج مني تسخين، ديستريكت هيتنج سيستمز التدفئة المركزية ان انا اعمل شبكة تدفئة مركزية تدفي منطقة معينة او مبنى معين، اخر حاجه ريزيدنتال بيلدينجز اللي هي المباني السكنيه اللي بتحتاج مني كهرباء وبتحتاج مني مية تدفئه. ازاي الكفاءه تبقى 90%؟ كفاءه الدوره نفسها من 80 ل 90%. ازاي بقى؟ انت سحبت، لو هي كفاءه دوره ستيم يعني سحبت كميه بخار من التربينه صح؟ تمام، ما كده كميه الاستيم قلت يبقى الشغل قل يبقى كفاءه لا انا ما سحبتش كميه مش من قبل دخول التربين، ده بعد التربين يعني كفاءه الدوره نفسها من 30 ل 40%. لو سحبت بعد التربين، بعد التربين بيخرج الاستيم بيعلي معايا معايا الكفاءه ل 80 او 90%. لو انا سحبت كميه بخار بعد التربين حتى كفاءه مش هتظهر، شغل التربينه زي ما هو البامب تقريبا شغلها بصفر. لا هو كفاءه السيستم كله. أيوة. انا كفاءه السيستم اللي هي الكفاءه اللي بتساوي اللي انا استفدته المستفاد على المدفوع بالنسبه لي الحراره اللي انا دفعتها بالظبط مقسومه على الحراره اللي انا دفعتها بالظبط صح كده بالظبط. فدي انت ما وضحتهاش. تمام، اللي هي كفاءه السيستم ككل يعني. تمام، شكرا. اهلا وسهلا، هنتكلم عن دوره السي اتش بي. تعتبر دورة السي اتش بي هي ابسط انواع دورات الكومبايند سايكل، وتعتبر دورة كوجينريشن. زي ما احنا عارفين ان الغازات العادم بعد ما بتتمدد في الجاز تيربين بتطلع بدرجة حرارة عالية، ففي ناس بتستخدم الطاقة اللي طالعة من درجة الحرارة العالية ديت انها قبل ما تعديها على الاستاك تولد بيها ستيم عن طريق الهيت ريكفري ستيم جينيريتور، والستيم اللي طالع ده تعديه على ستيم تيربين فتولد من خلاله كهرباء. بس الدوره بتاعتنا دي بتبقى ابسط من كده بكتير، لاننا بنستخدم الطاقه اللي خارجه ديت في صورتها اللي هي موجوده عليها في صوره حراره اصلا. طب يعني ايه اصلا دوره سي اتش بي؟ هي اصلا دوره السي اتش بي هي اختصار ل كومبايند هيت اند باور سايكل. بتتكون من ايه اصلا؟ هنشوفها دلوقتي. بيتكون من كومبريسور وجهاز تيربين، الاثنين متوصلين على نفس الشفط بينهم برنر، والحراره اللي طالعه من الاكزوست جهاز بنعديها على هيت اكسشينجر، بنبدل حراره مع وسط مع اي بروسيس ثانيه بنودي لها الحراره. رسمه على التي اس دياجرام، يعني نفس دوره السي بي اي العاديه خالص، بتزيد بس نقطه واحده اللي هي نقطه 5 اللي هي خارج غازات العادم من الهيت اكسشينجر. احنا بقى الدوره دي ممكن نستخدمها في مجموعه حاجات زي مثلا الصناعه، فممكن نستخدمها مثلا في مجموعه من الصناعه في المصانع اللي بتحتاج لكهرباء، فحتى لو الكهرباء ما كفتش الصناعه مثلا نقدر نقلل من الاعتماد على الشبكه. كمان الحراره اللي طالعه اقدر استخدمها في مجموعه من الصناعات زي صناعه الورق والصناعات الكيماويه وغيرها من الصناعات اللي بتحتاج لحراره. ممكن نستخدمها كمان في تدفئة الأماكن الباردة، وكمان في عملية التبريد عن طريق إن احنا ناخد الحرارة دي نعديها على الجنريتور اللي في الأبزوربشن شيلر مثلا. آخر حاجة هنتكلم عنها هي ميزة الدورة دي. الأهم عشان نتكلم عن ميزة الدورة دي يبقى لازم نعرف حاجة، أنا استفدت إيه مقابل اللي أنا دفعته. فانا استفدت اللي انا استفدته من الدوره ديت هي الباور نت اللي عندي، الباور اللي حصل طرح الباور اللي طلع عندي من جهاز تيربين ناقص الكمبريسور، زائد الحراره اللي انا استفدتها من البروسيس بتاعتي اللي انا ايا كان انا شغاله بيها مقسومه على الكيو ادد في البرنر. في كمان هنا مش بنعرف الكفاءه بنعرف المستفاد على المدفوع، هنا مفهوم الكفاءه بنعرف عنده مفهوم ثاني هو الاوتيلايزيشن فاكتور، نسبته بتتراوح عندنا بتبقى من 75% 80% وممكن تزيد عن كده كمان. بالعكس في الحالات ايديال كمان الكفاءه لو ما فيش فرضت ان ما فيش عندي كل الاجراءات اللي عندي ايزنتروبيك وما فيش بريشر دروب حصل في البايبس او ما فيش بريشر دروب حصل في البرنر،
وقدرت استفيد من كل الحراره اللي خارجه، فساعتها الاوتوميزيشن فاكتور هيساوي 100%. ده باختصار دوره السي اتش بي، وشكرا. السلام عليكم. هتكلم معاكم عن دوره السي اتش بي اللي هي اختصار كومبايند هيت اند باور جنريشن. اولا هي ايه كومبايند هيت اند باور جنريشن؟ هي دوره بتنتج لي كهرباء وحراره مع بعض، فهي بتفرق عن الدورات الثانيه. انا بدل ما اعمل دورتين، واحده انتج منها كهرباء واحده انتج منها حراره عشان اولد ستيم، فهي دوره واحده ومكوناتها ان هي والدورة دي بتشتغل ازاي عامة؟ ان انا عندي بيبقى عندي وقود بحرقه في البرنر، وبعد كده بدخله على الجاز تيربين. بعد الجاز تيربين دي متوصلة بجنريتور، الجنريتور ده بيطلع الكهرباء، وبعد كده باخد غازات العدم دي بدخلها على بتاع هيت ريكفر. دلوقتي هنقول هو ايه الفرق بين السي اتش بي والكو جنريشن. زي ما قلنا سي اتش بي هي دوره جاز سايكل عاديه، وبتزود عليها جزء اللي هو الهيت ريكفر يونت، باخد منه غازات عدم الاحتراق وادخلها على الهيت ريكفر يونت واستخدمها في تسخين ميه، اذا كان بنتج بقى ستيم او هوت ووتر على حسب الابلكيشن اللي انا عاوزه. وليها معامل اسمه النيوتراليزيشن فاكتور، وده المستفاد على المدفوع. المعامل ده بيبقى يتراوح من 70 ل 80% وممكن يوصل 100% في حالة الايتيل كيس. اما في دوره الكو جنريشن بستبدل البرنر ببويلر، بنتج منه الستيم على طول وبدخله على ستيم تيربن، وبعد الستيم تيربن بوصله بجنريتور، فده الجزء اللي بينتج لي كهرباء. بعد كده بقى باخد الستيم بعد ما يعدي على الستيم تيربن او الهوت ووتر عامه، باخدها استخدمها في اي ابلكيشن تاني، وممكن استخدمها في الهيتنج والكولنج وفي الصناعه. مميزات الدوره دي عامه ان هي بتزود لي الكفاءه وتقلل لي الاميشن وبتقلل لي الكوست. من عيوبها بقى ان هي مور كومبلكس ومور اكسبنسيف، اللي هي الكابيتال كوست بتاعتها عاليه، واللي هي الدوره بتبقى معقده شويه، فبتاخد وقت عبال ما تعمل ستارت اب، وبتاخد وقت برضه لو عاوز اغير اللو، وبرضه ان هي ما بتبقاش مناسبه في حاله لو الحمل عندي متغير. شوف في جهاز ولا مفيش جهاز في الدوره؟ انت قلت في جهاز. السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الستيم انجكشن جاز تيربن. الستيم انجكشن جاز تيربن دي يعني هي الدوره بتاعتها ما تختلفش خالص عن برايتون سايكل، هي شبهها بالظبط. الفرق الوحيد ان انا في البرنر ببدا ان انا احقن ستيم مع خليط الهواء والوقود. الفكره بس عندي هنا ان انا بستفاد من الغازات بتاعه العادم بتاعه اللي طالعه عندي من الجاز تيربن عن طريق ستيم ريكفري سيستم، بحيث ان انا استخدم الحراره اللي طالعه من الغاز ديت عشان اولد بيها ستيم. الستيم ده بيبدا يخش معايا جوه الدوره بتاعتنا دلوقتي هنعرف ازاي انها بتشتغل. انا ببدا اخد الستيم بتاعي هنا ادخله جوه البرنر يتحرق مع الفول والهواء بتاعي، ببدا امشي في الدوره عادي. انا بستفاد من الستيم ده ان الام دوت بتاعتي او الفلوريت بتاعي بيزيد، فلما الفلوريت بتاعي بيزيد ببدا ان انا باخد باور اكتر من الدوره ديت من غير ما شغل الكمبريسور بتاعي بيزيد. الفكره عندي هنا ان انا بعد ما خدت الباور ده ببدا ان درجه الحراره دي ببدا استفاد منها من الهيت ريكفر ستيم جنريتور عن طريق ان انا بكون الستيم بتاعي، وببدا ان انا اعمل له تاني دوره تانية وادخله جوه التيربن. الفكره عندي بس هنا ان انا بيزيد عندي التريتمنت او مرحله معالجه الميه ديت، وان ازاي هعمل سيبريشن للستيم عن غازات الاكزوست بتاعتي. بعد كده الاكزوست بيخرج وببدا اخد الستيم بتاعي ادخله على هيت اكستشينجر عشان ابرد درجه حرارته، وبعدين اخده اعمل له على مرحله المعالجه تاني، ومن عن طريق بامب ابدا ادخله على الهيت ريكفر ستيم جنريتور، تبدا الميه بتاعتي دي تتحول لستيم وتخش في الدوره تاني بتاعتي. طيب المميزات والعيوب بتاعه الدوره دي ايه؟ من اهم المميزات والعيوب بتاعه الدوره ديت هو كان فينا اول ميزه ان انا الام دوت بتاعتي بتزيد، ولما الام دوت بتاعتي بتزيد ان الباور اللي انا باخده من الدوره دي بيزيد. تاني ميزه عندي ان انا عن طريق الهيت ريكفر ستيم جنريتور ده بستفاد من غازات العادم ان انا بكون الستيم بتاعي، وبالتالي كمان عندي بيكون عندي السبيسيفيك فول كونسامشن بيقل. وفي محطات جديده بتكون هايبريد، نظام الهايبريد ده بيستخدم الطاقه الشمسيه ان هو بيبدا يسخن بيها الستيم مع الستيم جنريتور، فبيحصل على طاقه اكبر وبيقلل استهلاك الوقود اكتر.
الميزه الثالثه كانت عندي هنا انها بتكون نخش في الديس ادفانتج. الديس ادفانتج انها بس بتحتاج محطه معالجه للميه عشان الستيم بتاعي ده ما يكونش فيه اي امبيورتيز تدور البليدز بتاعه التيربن والام دوت لانها بتزيد عشان في ستيم وفي جاز واكزوست فبالتالي حجم التربينه بيكون اكبر. كمان الكفاءه بتاعتي بتكون اكتر. النقطه الاخيره عندنا اللي فيه شويه اديشنال انفو كده. الاديشنال انفو ده انا حبيت احطها عشان تبين ايه هي قيمه الستيم انجكشن جوه التيربنز. اهم نقطه عندي وانا بدور كان في جامعه في ايطاليا شويه علماء كده عملوا تجارب على ستيم انجكشن تيربن موجوده قالت ان في الامبيانت تمبريتشر عندي كل ما درجه الحراره بتزيد درجه حراره الامبيانت بتزيد ان الكفاءه عندي بتكون ثابته في الستيم انجن في الستيم انجكشن. الحاجة التانية ان في شركة جنرال الكتريك سجلت عندها في الانجن بتاع الستيم انجن بتاعتها ان الكفاءة بتاعتها وصلت ل 43% وكانت بتطلع 3 ميجا وات. شكرا عشان وقتكم. الجامعة دي جيزة؟ جيزة؟ تقريبا الجامعة في ايطاليا. كتب العربي كتب الجيزة ما لازم تكتب بيسن الريسيرش. الكفاءة هنا تثبت هو لما الامبيانت درجه حرارتها كان عند درجه 290 كلفن كان تقريبا الكفاءه كانت بتثبت في الستيم انجكشن. بتثبت صح؟ اه كانت بتثبت حاجه 20 حاجه 20 اه لا انا حاجه 40 دي نوع تاني اصلا مش تبعها خالص. دي كانت البيست ريكورد يعني بتاعت السنه اللي فاتت. السلام عليكم. هنتكلم عن الستيم انجكشن جاست تيربن اللي بنختصرها اصطلاحا ل اس اي جي تي سايكل. هنتكلم ايه هي مميزاتها وايه هي عيوبها وايه هي اساسا بتشتغل ازاي وايه الابلكيشنز بتاعتها. اول حاجه هي عباره عن تعديل بسيط لدوره الجاز تيربن العاديه السيمبل اللي احنا عارفينها كلنا. بس التعديل الوحيد اللي عندنا ان احنا بنحط كومبوننت بس بنزوده في الدوره اللي هو الاتش ار اس جي ده اللي هو الهيت ريكفري ستيم جنريتور. ده بيبقى دوره ان هو بياخد الغازات العادم بتاعتي وبيرجعها تاني على البرنر بتاعي فبيزود لي الفلويد بتاع الدوره. لما الفلويد ده بيزيد بيحصل عندي ان انا بالار بي او البريشر ريشيو بتاعت التيربينه بتعلى ده بيزود معايا الاوت بوت بتاعي من باور وبيزود الثيرمال افشنسي وفي نفس الوقت بيقلل الاميشنز بتاعت الاحتراق عندي. طبعا الدوره لها مميزات هنتطرق لها دلوقتي. اولا ان هي الكفاءه بتاعتها كفاءه عاليه مقارنه بدوره الستيم تيربن بالجاز تيربن العاديه. الكفاءه ديت نابعه ان هي بيحصل عندها احتراق كامل للوقود جوه البرنر ولما بيحصل الاحتراق الكامل دوت بيؤدي بعد كده بالتبعيه ان انا بيحصل عندي لو اميشنز زي ما احنا شايفين. دوت بيحصل لان انا عندي لما بيحصل الاحتراق الكامل درجه حراره الاحتراق جوه الغرفه بتقل فتكون اكسيد النيتروجين الضاره دي بيبقى اقل. وفي نفس الوقت الميزه الثالثه عندي ان هي فليكسيبل اوبريشن. دوت معناه ان هي ممكن استخدمها في تطبيقات كتير جدا سواء في على لود ثابت او لود فيه تباين. لو لود فيه تباين ما بيحصلش مشاكل بيحصل شغل عادي ما فيش مشكله وتقدر تشتغل بكفاءه عاليه. وبرده في نفس الوقت بتشتغل على كذا نوع وقود ما فيش اي مشاكل. زي على سبيل المثال للحصر يعني ممكن نقول بتشتغل على الناتشرال جاز ديزل بايو فويلز زي ما احنا شايفينه بتبقى مناسبه وبتدي كفاءه كويسه. وزي اي دوره تانية موجوده عندنا اكيد هيبقى لها عيوب. العيوب بتاعتها عندنا اول عيب اللي هو موجود في معظم الدورات المعدله ان هي بيبقى ليها يعني تكلفه انيشال كوست او كابيتال كوست كبيره وده ناتج ان انا بعدل في الدوره او بضيف فيها اجزاء تانية او كومبوننتس جديده زي محطه معالجه المويه اللي بتحط فيها او الهيت ريكفري ستيم جنريتور وكل دي تكلفه زايده عندي. وبالتبعيه برضو بيحصل عندي ان انا بيحصل فترات الصيانه بتبقى متقاربه مقارنه بدورات الستيم العاديه أو بدورات الجاز العاديه لان انا بيحصل عندي كومبوننتس كتيره جديده فالموضوع بقى معقد اكتر في الصيانه وبيبقى بيحتاج صيانه على فترات قريبه اكتر. وفي الكاتوتال اللي هي الافشنسي بتاعتها او التحسين في الافشنسي بتاعتها بيبقى محدود مقارنه باللي انا بدفعه او باللي انا بتكلفه وانا بعمل كده.
الابلكيشنز بتاعتها والتطبيقات بتاعتها ممكن بتبقى موجوده في الكومبايند سايكلز عندي او كومبايند سايكل بلانتس وممكن في كوجينيشن بلانتس. وفي نفس الوقت هي بتبقى مناسبه جدا للتطبيقات الصناعيه خصوصا التطبيقات البتروليه او عمليات انتاج الغاز. وفيها حاجه نسيتها في المميزات بتاعتها ان هي ممكن تزود لي السبيسيفيك كونسومشن بتاع الفول تقريبا بنسبه توصل ل 10%. وبس كده شكرا. نفس التربينة بتستخدم؟ نفس التربينة؟ لا ميزة، ميزة بس انا نسيت احطها. ميزة بتعمل امبروفمنت ما بتزودوش، انا قلت بتزودوا. بتعمل امبروفمنت ريدكشن يعني. التربينة نفسها نفس شكل التربينة. التربينة دي ولا باذن الله اتكلم النهارده عن الستيم انجكشن جاز تيربين اللي هو تقطيع حقن البخار بالجاز تيربين. اولا بس كده اتكلم عن الجاز تيربين الاول وبعد كده اتكلم عن حقن البخار. الجاز تيربين الدائره العاديه الدائره العاديه هي دائره بسيطه بتستخدم في تحويل الطاقه الكيميائيه الى طاقه ميكانيكيه. الطاقه الكيميائيه اللي هي اللي هو الفويل بيتحول لطاقه ميكانيكيه. الطاقه الميكانيكيه ده ممكن نستخدمها بعدين في توليد الكهرباء عن طريق جنريتور. دي مكونات الجاز تيربين البسيطه من خمس مكونات رئيسيه ال اير سيستم وكمبريسور وكومباشن شامبر وتربينه واخر حاجه اللي هي الاكزوست سيستم. الدايره دي بتشتغل اللي انا بسحب الهواء عن طريق الانلت اير سيستم. بعد كده الهواء ده بيدخل على الكمبريسور بيرتفع ضغطه. بعد كده بيدخل على الكمبريسور شامبر بحقنه بالوقود فبيكتسب طاقه كبيره. الطاقه ديت بدخل عليها بالتربينه. التربينه ديت بتستخدم اللي انا الطاقه الكبيره دي بتولد بتحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه ميكانيكيه عن طريق ان الطاقه الكبيره دي بتعمل تمدد لريش التربينه فبيحصل دوران. الدوران ده بستخدمه بعدين في توليد الكهرباء. بعد كده بقى اتكلم عن الستيم انجكشن. هي نفس الفكره بالظبط. هي الفكره اللي انا بضيف بخار. البخار ده بخلطه مع الوقود والهواء بحيث يدخل قبل التربينه. بيبقى معايا بخار وفول وهواء. دي نفس الفكره بالظبط. الهواء بيدخل من الاير سيستم بعد كده بيدخل على الكمبريسور ضغطه بيرتفع. بعد كده بيدخل على الكمبريشن شامبر بيبقى معايا فويل وهواء. بستخدم بقى اللي هو الستيم عن طريق اللي هي الاتش ار اس جي اللي هي الهيت ريكفري ستيم جنريتور. يلا بعد كده الماس فلوريد بتاع الدايره دي بيزيد بحوالي الماس فلوريد بيزيد. وبعد ما الماس فلوريد بيزيد القدره الانتاجيه بتزيد والسبيسيفيك فول كومباشن بيزيد بحوالي 10%. الدايره ديت لها برضو ميزه ثانيه ان الاستيم انجكشن بيستخدم او بيقلل من اكاسيد النيتروجين. واخر حاجه ان الانجكشن جاز تيربين بيستخدم في عده صناعات زي صناعه لب الورق وديت ماده بتستخدم في الخشب في انتاج الخشب. وماده ثانيه اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد. ماده ثانيه اللي هو وصناعه الغزل والنسيج. وشكرا. زيكم الاول كده بس. انا محمد عبد الله والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن دورة جاز تيربين سايكل بس هنضيفلها هنا انتركولر. هنضيفلها تاني انتركولر وريهيت. مش مشكلة. هنضيفلها انتركولر وريهيت وجاز وستيم انجكشن عن طريق هيت ريكفري ستيم جنريتور. مش مشكلة خلاص.
الهيت ريكفري ستيم جنريتور هنا هيكون لنا ستيم هنحقنه في اربع اماكن، قبل البرنر وفي البرنر وقبل التربينه وفي التربينه. تمام، قبل البرنر هنا هيتزود كفاءه الاحتراق معانا. جوه البرنر احنا عندنا الفليم تمبريتشر دايما بتكون دايما من 1800 درجه حرارتها لحد 2000، فده بيكون معانا هنا اكسيد نيتروجين وده بيأثر على الجو بعد كده وبيسبب تلوث. وعندنا هنا بعد ما يخرج من المرحله ديت هيبقى في مرحله قبل التربينه، الخليط هنا هي درجه حرارته هتبرد، فهنا هيزود هيطول من عمر التربينه وده هيزود معانا كده عمر التربينه وهيخليها احسن. جوه التربينه هنا الفلوريت هيزيد وده هيزود من قدره الدوره. بعد ما نجيب الدوره على الاقل، طيب الهيت ريكفري ستيم جنريتور هنا بيحتاج معانا هنا دوره معالجه. دوره المعالجه دي هتزود لنا في الانيشال كوست جامد، وده من ضمن عيوب الدوره دي قدام. زي ما انتم شايفين هنا اهوت على التي اس، الدوره هنا لو طلعت ايزنتروبيك هتطلع زي ما كانت شايفين كده، وهنا فرضنا ان كفاءه الانتركولر 100% فهي نزلت درجه الحراره لحد درجه حراره 1. هنا هنستقبل بعدها الانجكشن، اماكن الانجكشن هنا في ثلاث، احنا عملنا هنا قبل البرنر وبعد في البرنر وقبل التربينه وبعد التربينه، واحنا شرحنا ليها عملنا نحقن في كل مكان من الاماكن دي، وده ليه مكان الحقن بالظبط. ايه اللي بعد المميزات هنا؟ احنا عملنا حقن جوه التربينه فزود الفلوريد وهنا زادت الباور. قبل التربينه لما عملنا تبريد للخليط زود من عمر التربينه. دي عيوب الدوره دي. الدوره ديت للاسف الانيشال كوست بتاعتها عاليه قوي والرننج كوست بتاعها عالي، عشان هي بتحتاج صيانه كل فتره، والستيم اللي بنستخدمه بيطلع في الاستك ما بيرجعش تاني للدوره، فاحنا كده هنضطر نعمل ستيم تاني. بس كده شكرا. الدوره كانت ساعه كامله. الفرق بينها وبين الدوره اللي فاتت الانتركولينج والريهيت اللي حصل. وانا يفرق بقى اختلاف الانجكشن بعد الريهيت؟ لا كله قبل الريهيت. حلو، ما تقلقش والله. حلو، شاطر. البرزنتيشن هتضرب مين؟ شاطر. ما عماله صوت لرع، مين كذا مين كذا، انت عشان بتتكلم مفيش بقى خلاص. لا برضه مفيش بكره. لا مفيش طالع انت ولا بكره. تقريبا كلنا بكره. المجموعه دي خلاص. يلا امسك يا عز. كسر الدرس مع البرزنتيشن. السلام عليكم. النهارده احنا هنشرح موضوع الووتر انجكتد ريسبريتد سايكل. احنا خدنا الدوره دي مش غريبه علينا، دي دوره السي اي سي بي اكس، خدناها مع دكتور اسامه وقلنا ان احنا بنعمل عمليه كولينج على مراحل الضغط للكمبريسور بهدف ان انا بزود الباور، انا بوفر في الباور بتاع اجراء الانضغاط فبزود الباور نت بتاع الدوره. هو نفس الموضوع ولكن احنا التعديل اللي احنا هنعمله ان احنا هنستبدل السيرفس اير انتركولر بايفابوريتيف انتركولر، وهنضيف كمان انتركولر او افتر كولر بقى من نفس النوع. هنا طبعا احنا بنستخدم مايع التبريد ميه بخلاف دوره السي اي سي بي اكس اللي احنا كنا بنستخدم فيها اول، وزي ما احنا قلنا هو الهدف بتاعنا ان احنا نزود الباور. ف الفروق بقى عن دوره السي اي سي بي اكس ان هنا انا بستخدم مايع التبريد ميه، الميه دي ناتجه من وحده معالجه، يعني المياه ناتجه من وحده معالجه يعني متزال بقى فيها الشوائب الاملاح بتاع ده كله، عشان طبعا المياه دي هتدخل عندي في البايبنج المواسير بتاعه الدوره، فما تعمليش بقى انسداد او ترسب او تآب. هنا انتقال الحراره بيبقى افضل من السيرفس اير انتركولر. السيرفس اير انتركولر هو بيبقى مواسير والهواء بيعدي عليها فبيحصل عمليه تبريد،
المية دي داخلة درجة حرارة الجو، الهواء اللي ناتج من المرحلة الأولى للانضغاط درجة حرارته عالية، فهيتم تبادل الحرارة، انتقال حرارة وانتقال كتلة. انتقال حرارة ان الهواء هيبرد، هيتم عملية تبريد للهواء اللي هيبقى موجود في الغرفة هنا. تاني حاجة قطرات المية اللي موجودة دي هتتبخر، فده انتقال الكتلة. فهيبقى عندي الناتج بتاعه كل ده عبارة عن غاز هيدخل على الكمبريسور، مفيش مشكلة، الكمبريسور هيضغط والدنيا تمشي ومفيش اي مشاكل خالص. الغرض ان انا عملت ايفابوريتيف انتركولر ان انا خدت نفس التوفير في الشغل الناتج عن الانضغاط زي دورة السي اي سي بي اكس، بل زودت حاجة كمان ان انا دخلت ماس فلوريد في الدورة، الماس فلوريد بتاع الوتر فيبر هنا، وعملت ايفابوريتيف افتر كولر علشان ازود الماس فلوريد برضو في الدورة اكتر، وعلشان ده هيفيدني في البرنر وهيفيدني في التربينة. لما انا ادخل ووتر فيبر معايا على غرفة الاحتراق يا شباب، ده هيحسن لي. طبعا احنا عارفين الووتر فيبر لما بيدخل في عملية الاحتراق بينزل من درجة حرارة الفليم تمبريتشر، يعني نواتج الاحتراق اللي هتبقى ناتجة من هنا هتبقى درجات حرارتها قليلة، فده هيمنع من تكون اكسيد نيتروجين، الانبعاثات الناتجة هيمنع من تكون نسب التفكك. طبعا دي كلها حاجات مضره للبيئه، لو انا سبتها خرجت بره هتعمل لي مشاكل بقى في البيئه، تاذي الانسان والمهندس كمان يعني. فده التحسين اللي هو بيبقى موجود هنا على البرنر، ان انا طيب ماشي. التحسين بقى اللي هو موجود كمان هنا في التربن، ان زي ما احنا قلنا نواتج الاحتراق اللي ناتجه من هنا بتبقى درجه حرارتها قليله، فكأني بالظبط عملت عملية تبريد لريش التربينة في المراحل الأولية بالذات. هو ده ال بتاع ده صح؟ أنا الكمبريسور ده فايدته ايه؟ الأفتر كولر ده ما أنا قلته إن هو أنا بعمل بزود ماس فلوريت، أنا ما أقدرش أزود الماس فلوريت كله هنا مرة واحدة عشان طبعًا الانضغاط هنا هيبقى شغل كبير. اسمه إيفابوريتيف كولينج أصلًا؟ أفتر كولر. أفتر كولر؟ أنت بتبرد الهواء اللي طالع من بعد الكمبريسور؟ انا ببرده هو فعلا بيبرد تمام، وعشان كده انا حاطط هيت اكستشينجر عشان يعوض الفقد ده شويه. الكيو ادد، ما انا قلت الهدف الرئيسي من الدوره ده ان انا احصل على الباور، يعني الهدف الرئيسي منه الباور. الكفاءه ممكن تزيد ممكن تقل، التحسين في الكفاءه ممكن يبقى موجب او سالب، لكن الكفاءه تقل ولا حسب انا ما يعني المعلومه دي ما اعرفهاش. بس لما جيت اشوف الهدف الرئيسي من الدوره كان هو زياده الباور، فانا اعتمدت ان انا الباور يا شباب الناتجه دي عن الدوره دي مقارنه بالدوره العاديه ممكن توصل لمره ونص ومرتين، يعني انا ممكن احصل على ضعف الباور الناتج مقارنه بالدوره العاديه السي بي العاديه. بس كده، شكرا. مين الباقيين؟ انتوا الاثنين صح؟ بكره الصبح.